السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله. هذا الفيديو ضمن دورة المدفوعة. غنتعرفوا فيه إن شاء الله على الجينيراليتي سور لي سيستم اوتوماتيزي. دونك هذا غتكون مدخل بالنسبة لفورماسيون اللي غادي نديرو إن شاء الله على المدفوعة سواء الحضورية أو أونلاين اللي غتكون على لي زوتومات بروغرامابل. Donc, comme on va voir, inchallah, les automates Siemens S7-300, Omis S7-1200, automates Zilio, les automates Selec. Inchallah, on va voir Alan Bradley. Et nous allons continuer, inchallah, dans les cours تدريبية خاصة les automates différents. Donc, comme je l'ai dit, il y aura un générateur sur les systèmes automatisés de production. C'est un entrée, on va voir les systèmes automatisé بصفة عامة. Donc l'objectif de cette formation, inshallah, اللي هو savoir c'est quoi un système automatisé et les différents éléments qui le composent. Donc on va voir أهم العناصر ou les مكونات du système automatisé. On va voir inshallah, on va voir les avantages ou les inconvénients, يعني إيجابيات ou سلبيات les systèmes automatisés. On va voir كذلك le domaine utilisation du système automatisé. يعني الميادين التي نستعملها نستعمل فيها السيستم اوتوماتيك. كذلك غادي نحاولوا نديروا لا كونسيبسيون دان بروجي اوتوماتيزي اون اوتوماتيزم. هذه اهم العناصر. فالمحتويات ان شاء الله سوف نتعرف ان شاء الله على نوسيون دو سيستم اوتوماتيزي وكذلك الاركيتكتور دي سيستم اوتوماتيزي يعني مكونات للسيستم اوتوماتيزي. كذلك غنشوفوا لي دومين كما قلنا لي اوتيليزاسيون دي سيستم اوتوماتيزي و غنديروا لا كونسيبسيون غتكون امثله ان شاء الله خلال هذه الدورات غنديروا امثله لي كونسيبسيون بروجي اون اوتوماتيزم. دونك بالنسبه لي نوسيون دو سيستم اوتوماتيزي دونك سي كوا اوتوماتيزاسيون سو اوتوماتيزاسيون ان سيستم ايدي اوتوماتيزي لوسكو لو بروسيس qui permet la passée d'une situation initiale à une situation finale se fait sans intervention humaine. Donc on a un système automatisé mais on a un process qui nous donne le passage qui nous donne de l'état initial à l'état final sans تدخل بشري ou يقلل من تدخل البشري. Et que ce comportement est répétitif chaque fois que les conditions qui caractérisent la situation initiale sont remplies. Donc, il y a un cas de la conditions initiales. L'objectif de l'automatisation, donc, l'automatisation, on dit le système automatisé. Donc, pour accroître la productivité, il y a une grande idée la production. Donc, là, il y a un système automatisé. Il y a la productivité, il y a un intège ou la ligne de production. Donc, par exemple, il y a la ligne de production agroalimentaire. Donc, là, il y a la vitesse de la production. Il y a le produit qui est dans la production. دونك كنديرو عاوتاني السيستم اوتوماتيزي ملي كنبغيو نديرو اميوليغي لا كاليتي دو برودوي. دونك حنا كنحسنو يعني كنحسنو جوده المنتوج. دونك كمثال اذا كان مثلا ناخذ يعني فابريكاسيون ساك او لا بلاستورجي. دونك مثلا الا كان شخص مانيوالمون غادي ينزل واحد البار اللي غتسودي ديال هذاك البلاستيك ولا هذيك الساك ديال البلاستيك. دونك ما كيتكونش عندنا مثلا ما يكونش عندنا لا كاليتي. يقدر يكون هذاك الاوبيراتور ولا هذاك الشخص اللي غادي يدير ينزلها مانيوالمون يعني مره غادي ينسى وغيخلي هذا البلاستيك يتحرق اولا قبل ما يتسودا غيهز يتو على هذاك على هذاك يعني الاليمون اللي غادي يسخن لينا باش يسودي. دونك ملي كنديرو حنا لا سيستم اوتوماتيزي دونك كتكون لي زيرسي في الاول يعني لا ماشين كتكون تمبوريزاسيون يعني فيكس. دونك تمبوريزاسيون حنا كنتحكمو فيها في الاول يعني في التجارب ومن بعد ملي كنشوفو الكاليتي اللي بغينا
دونك كان فيكسيو هذاك لو طون. دونك فاش مثلا غينزل يعني هذاك الاليمون اللي غيسود لينا البلاستيك، دونك عطيت فقط هذا مثال مثلا ديال البلاستيك، يعني غيبقى لنا وقت معين. دونك حتى التمبيراتور، يعني درجة الحرارة ما غاديش ينزل الا ما كانش التمبيراتور واصلة للكونسين اللي غادي دير لنا السوداج ديال هذاك البلاستيك. دونك هذا كان مثال، ونقيسوا عليه أمثلة كثيرة في المجال الصناعي. دونك كنديروا عاوتاني يعني السيستم اوتوماتيزي الى بغينا نطلعوا لا سيكوريتي، دونك اوغمونتي لا سيكوريتي. باغ اكزومبل نخليو نفس المثال ديال هاد لا ماشين اللي غتقطع لينا ولا غتسود لينا البلاستيك. دونك مثلا اذا كانت مانيالمون يقدر واحد يخشي يدو وغينزل عليه هذاك الصدور وغادي يقدر يقيسو في يدو وغتوقع مشكله بالنسبه لهذاك الشخص. دونك حنا الا درنا سيستيم اوتوماتيزي غنقدروا نديروا واحد فوتو سيلول او لا ديتيكتور، يعني فوتو سيلول الى اي اوبجي كان في هذاك البلاصه اللي غينزل فيه هذاك، يعني ما غينزلش لينا هذاك ليليمون اللي غيدير لينا السوداج. دونك هنا في هذه الطريقه هذه راه قدرنا اننا نديروا يعني نزيدوا في لا سيكوريتي. دونك تقدر تزاد لا سيكوريتي تكون اومين او لا سيكوريتي ماشين. بالنسبه للسيكوريتي ماشين نعطيو مثال اكزومبل اللي هو مثلا البومب. دونك البومب كما كنعرفوا يعني البومب الا كانت كخدمات بدون ما راه غيوقع عليها، يعني كيوقع عليها سيستم يعني كتسمى كافيتيشن بالانجليزيه. دونك راه هذوك يعني الفرفارات اللي فيها الداخل كي يعني كيخسروا كيتهرسوا. دونك حنا باش غادي نبروتيجيو البومب ديالنا انها تخدم ما تخدمش الا ما كانش الماء، دونك غنديروا مثلا فلوتور او كابتور دو نيفو اللي كت في اون فوا كيمشي لينا الماء من هذاك الريزرفوار اولا من البير البومب خاصها توقف. دونك هنا زدنا في لا سيكوريتي ديال لا ماشين. دونك انا عطينا اكزومبل ديال البومب راه نقيسوا عليه كما قلت بزاف ديال لي ماشين اولا ديال يعني ديال لي زيليمون ديال برودكسيون. بالنسبه منش كيتكون هذا السيستم اوتوماتيزي يعني اركيتكتور السيستم اوتوماتيزي، دونك كيتكون لنا من ثلاثه ديال لي بارتي. عندنا بارتي بيبيتر، عندنا بارتي بيبيتر هذه اللي بصفار، وعندنا بارتي كوموند، وعندنا بارتي اوبيراتيف. دونك حنا عندنا بارتي بيبيتر، دونك حنا غنشوفوا هذا الاكزامبل هذا. دونك عندنا بارتي بيبيتر هي اللي كتسمى بارتي بيبيتر او لا بارتي رولاسيونيل، هي كدير لا رولاسيون بين ليتر اومان يعني بين الاوبيراتور مع لا ماشين. دونك راه كيكونوا فيها يعني سواء يقدر يكون فيها لي بوتون بوسوار الي ديرجون لي كوميتاتور، يقدر يكون فيها البانيل يعني اوبيريتور بانيل او لا تاتش بانيل. دونك هو الاوبيراتور غادي يقدر يغير لنا لي كونسين او يعطي المارش الاوردر مارش او لا اري لواحد الموتور او لواحد الفان او لواحد الفيران. دونك كنصيفطوا لي كونسين لواحد لا بارتي اللي هي بارتي كوموند. هاد بارتي كوموند يعني كتستقبل لي سينيال من عند الاوبيراتور يعني من بارتي بيبيتر، وكتعطيها لينا لمن كتعطيها لينا لا بارتي اوبيراتيف. دونك لا بارتي اوبيراتيف هي البارتي اللي غيكون فيها لي زيليمون فينال اللي غيدير لينا واحد لي في ميكانيك. دونك حنا دابا كنهضروا على يعني بصفه عامه هاد لا بارتي كوموند ولا بارتي اوبيراتيف ولا بارتي بيبيتر. دونك كيما قلنا البارتي كوموند غنشوفوا الانواع اللي نقدروا نديروا ديال البارتي كوموند. بالنسبه لا بارتي اوبيراتيف، لا بارتي اوبيراتيف كيما كنشوفوا دابا هي لا سي لا بارتي فيزيبل دو سيستيم دونك راه هي اللي كنشوفوا دابا في هنا واحد الفيران هنا ديال هذا المثال هذا لو ترانستوكر. دونك كتكون من كتكون من لي بري اكسيونور، وكتكون لينا من دي اكسيونور ومن دي كابتور. دونك لي بري اكسيونور شنو هما لي بري اكسيونور غنشوفوهم دابا الانواع ديال لي بري اكسيونور اللي يقدر يكونوا وشنو هما دي اكسيونور اللي يقدر يكونوا وشنو هما لي كابتور. دونك لي بري اكسيونور يقدروا يكونوا اللي هما رولي يعني رولي ابروش. دونك هاد لي رولي هادو راه بحال تقريبا المثال ديال الكونتاكتور. دونك عندنا كل رولي كيكون فيها كاين فيها انواع، كاين دو كونتاكت او كاتر كونتاكت.
كل رولي فيها ان بوبين يقدر يكون طونسيون ديالها 24 دي سي ولا 12 فولت دي سي 48 فولت اي سي ولا دي سي ولا 220 ولا 110 دونك فاش كيوصل ليها لا طونسيون دونك اكسيتالينا هنا كيما كنشوفوا هنا راه فيها دي كونتاكت فيها كونتاكت نورمالمون فيرمي وفيها كونتاكت نورمالمون اوفير دونك اون فوا كيوصل لا طونسيون انديكي في لا بوبين دونك غادا اللي كان الكونتاكت اللي كان فيرمي غادي يولي اوفير والكونتاكت اللي كان اوفير غيولي فيرمي دونك راه كتستعمل بزاف لي روليت ابروش كذلك يقدر يكون البرياكسيون يقدر يكون كونتاكتور يعني نفس الشيء ولكن الكونتاكتور كنخدموه في لا بارتي بويسونس دونك الرولي كنخدموه في لي بارتي كوموند بالنسبه لي كونتاكتور كنخدموه به في البارتي بويسونس دونك الى عندي موتور تري فازي دونك ندخل 3 فاز هنا L1 L2 L3 و L1 نديهم هنا من الموتور وكيكون عندنا كونتاكت كونتاكت اوكسيليير اللي كنستعملو في بارتي كوموند دونك كيما كنشوفو هنا الى كتبان هنا دونك راه هاد البوبين هذه اللي هي A1 ليكستريميتي ديالها يعني هي A1 A2 وعندنا 230 فولت AC وكاين انواع بزاف ديال الشركات يعني اللي فابريكو مثلا شنايدر ABB سيمنز الى اخره دونك اون فوا كيوصلنا كيما قلنا يوصل لنا هاد طونسيون 220 دونك الكونتاكتور غيتسد دونك غيت اكسيت لا بوبين وكيسد لنا الكونتاكتور دونك الموتور غادي ديماري لنا دونك هادو هما لي بريكسيونو يقدر يكون مثلا ديستريبيتور لي لكن عندنا خدامين ب الكترو بنوماتيك اولا البنوماتيك دونك بصفه عامه بنوماتيك يعني ديستريبيتور يقدر يكون بنوماتيك اولا الكترو بنوماتيك يعني الكوموند اما بنوماتيك اترافيغ اير كومبريمي او يقدر يكون عندنا ب الكترو بنوماتيك يعني بسيستم الكتريك سواء نعطوه الاوردر بالاوتومات او بيرولي لي بارتي اوبيراتيف غنشوفو دابا لي زاكسيونور شنو هما دونك بالنسبه لي زاكسيونور يقدر يكون مثلا فيران بنوماتيك او فيران هيدروليك بالنسبة يقدر يكون كذلك موتور يعني موتور بصفة عامة يقدر يكون موتور بومب موتور كومبريسور موتور فونتيلاتور يعني موتور يقدر يكون عندنا الكترو فان دونك الكترو فان يعني فان موتوريزي لي نسيطو ليها طونسيون دونك تحل عن طريق لاليمونتاسيون الكتريك دونك هادو بالنسبة لي دي زاكسيونور بالنسبه كذلك نبقاو في نفس لا بارتي اوبيراتيف غنشوفو دي كابتور بالنسبه لي كابتور كاين انواع بزاف ديال الانواع ديال لي كابتور دونك عندنا نقدروا نلقاو فانت كورس دونك هاد اليمون هذا فانت كورس راه كتلقاه في الاندستري باحجام مختلفه وبلي فابريكون يعني مختلف دونك اللي هو الفانت كورس اللي يكون فيه كونتاكت نورمالمون اوفير او لا نورمالمون فيرمي او احيانا كيكونوا في دو كونتاكت غالبا كيكونوا دو كونتاكت كونتاكت نورمالمون اوفير او كونتاكت نورمالمون فيرمي دونك يكون عندنا مثلا واحد السيستيم اللي كي ديبلاص لينا مثلا بالو بغينا يوصل لواحد البوزيسيون خاص يوقف لينا هذاك البالو او هذاك الموتور دونك فاش كي توشي ميكانيكمون دونك يكون عندنا لا توش ميكانيك دونك كيكون تماس ميكانيك دونك البارتي هذه ميكانيك كتنزل وكتشونجي لنا ليطا ديال لي كونتاكت دونك فاش كيكون الكونتاكت فيرمي يعني لا ابوينا هنا ميكانيكمون دونك راه غيولي اوفير وبالتالي غادي يقطع علينا على السيستيم اللي غنكونو خدمنا به هذا الفانت كورس هذا او لا سينياليزاسيون واللي كان اوفير راه غيولي فيرمي دونك عندنا نوع ثاني من لي كابتور او لا من لي ديتيكتور اللي هو فوتوسيلول كذلك كتستعمل بزاف في الاندستري وفيها انواع مختلفه كاين اللي فيها ايميتور ريسيبتور يعني في نفس يعني في نفس الفوتوسيلول فيها ايميتور ريسيبتور يعني لوبجي فاش كتصيفط واحد السينيال الى رجع ليها هذاك السينيال وكيشدو الريفليكتور دونك راه عندنا واحد لوبجي قدام هاد لا فوتوسيلول وكاين انواع ثانيه اللي كيكونوا فيها قدام الفوتوسيلول كيكون واحد بحال المرايا يعني ميغوا دونك فاش كيصيفط السينيال دونك الريفليكتور يعني السينيال كيعاود يرجع يعني هو الضوء يعني ليمينوز دونك الى رجع الفوتوسيلول راه عندنا اوبجي قدام هاد الفوتوسيلول
دونك راه كاين انواع بزاف ديال لي فوتوسيليد وديال الديتكتور. كذلك عندنا كابتور تو بروكسيميتي اللي هو فيه انواع مختلفه، فيه نوعين، يعني ديتكتور كاباسيتيف ولا ديتكتور اندكتيف. دونك اللي بغى يتعمق في هذا الشيء يقدر مثلا يبحث على الانواع ديال لي ديتكتور ولي فوتوسيليد. دونك هادو بالنسبه لكابتور، دونك هذا راه فقط الكابتور، هضرنا كابتور توتوني، يقدر يكون الكابتور دو تمبيراتور، الكابتور دو بريسيون، كابتور دو يعني دي بي، يعني لي كابتور دو دي بي، يعني راه مجموعه من دي كابتور. دونك راه فقط قلنا هاد الثلاثه ديال لي كابتور كمثال. بالنسبه للبارتي كوموند، هي البارتي يا تريتمون دي زانفورماسيون، بارتي تريتمون دي زانفورماسيون، اي ريغروب تو لي كومبوزون دو تريتمون دي زانفورماسيون نيسيسير ا لا بون مارش دو لا بارتي اوبيراتيف. دونك راه هي لا بارتي اللي كدير تريتمون ديال الانفورماسيون، سواء اللي غاتجيها من لا ماشين اون بارتي اوبيراتيف او من بارتي بوبيتر. دونك باش غدير لينا لا مارش، يعني البارتي اوبيراتيف. دونك لا عندنا ثلاثه ديال لي تكنولوجي لي حاليا مستعملين في، يقدروا يستعملوا في بارتي كوموند. دونك نقدروا نستعملوا بارتي كوموند اترافير التكنولوجي بنوماتيك، كذلك نقدروا نستعملوها بالالكترو ميكانيك، يعني بالالكتريسيتي بيرولي، وكذلك نقدروا نستعملوها لي بارتي او لا بتكنولوجي الكترونيك. بالنسبه للبنوماتيك، دونك في الاول كانت تستعمل الكوموند عن طريق البنوماتيك، دونك عن طريق ديستريبيتور ولا يعني لي ديستريبيتور لي فات كورس يكونوا بنوماتيك، يعني ماشي الكتريك. دونك نقدروا نستعملوا سيستم اوتوماتيزي ب بالبنوماتيك، يعني بارتي كوموند بالبنوماتيك. بالنسبه للالكتروميكانيك، راه كنستعملوا لي رولي ولي كونتاكتور اوكسيليير، دونك نقدروا نستعملوا سيستم اوتوماتيزي بلي رولي. مثلا نخدموا دو بومب الترناتيف، يعني كل بومب تخدم مره، دونك نقدروا نخدموهم ب بلي اترافير الكونتاكتور ولا لي رولي، يعني كونتاكتور اوكسيليير اولا لي رولي دابروش. دونك راه مازال يعني هاد يعني التكنولوجيا الالكترونيكيه كيف غنزال مستعمله، لكن في الحاجات يعني البسيطه. اما الحاجات المعقده فغنشوفوا التكنولوجيا اللي غنولي نستعملوها، اللي هي يعني التكنولوجيا الالكترونيك. دونك بالنسبه للتكنولوجيا الالكترونيك، سواء غتكون لي كارت الكترونيك اللي هي غدير لنا لا كوموند البارتي اوبيراتيف، دونك الكترونيك بروغرامي، واللي هي نقدروا نستعملوا زوتومات بروغرامابل، هي اللي غنشوفوا ان شاء الله في دوراتنا المقبله ان شاء الله، واللي هي مدخل. دونك هذا الفيديو مدخل للدوره التي سوف تكون عن زوتومات بروغرامابل. دونك حنا شفنا دابا ثلاثه ديال لي تكنولوجي. دونك راه كاين تكنولوجي اخرى هي هيدروليك اللي ما هضرتش عليها. دونك حنا غنشوف هنا الكومباريزون بين هاد لي تكنولوجي اللي نقدروا نستعملوا في بارتي كومون وفي البارتي اوبيراتيف. دونك غادي نرتبوهم مثلا في التكنولوجي الكترونيك، في البارتي كوموند فهي رقم واحد، لان اصلا عندنا السرعه، دونك راها سريعه بزاف، لان تقدر دير ليكزيكسيون ديال ان سيستيم اوتوماتيك يكون ريبيتيتيف، يكون اسرع الى استعملتي بالالكترونيك. لكن بالنسبه للالكترونيك في البارتي اوبيراتيف فهو ضعيف، ما نقدروش نستعملوا بارتي اوبيراتيف بالالكترونيك، دونك انه ما يقدرش يستحمل الحراره، ما يقدرش يستعمل يعني الميليو، يعني مثلا اللي يكون فيه البوسيير، يعني الغبار الى اخره. بالنسبه للالكتريك في البارتي كوموند اللي هو في المرتبه الثانيه، اللي يعتبر احسن اسرع يعني من التكنولوجيا اخرين، لكن اقل من الالكترونيك، واحسن في البارتي اوبيراتيف، احسن من الالكترونيك. وبالنسبه للبنوماتيك نقدروا نستعملوه في يعني في البارتي كوموند، لكن يجي في المرتبه الثالثه. بالنسبه للهيدروليك هو ابطا واحد يعني في البارتي كوموند، لذلك ما كيستعملش البارتي في يستعملش في البارتي
كوموند، لكن كيستعمل في البارتي اوبيراتيف، كيعتبر اكثر واحد يستعمل في البارتي اوبيراتيف بالنسبه للحاجه بويسونس، لانه كيهز اثقال كبيره اللي كيهز دي بوا اللي كبار بزاف، وكيجي من بعده كيجي بنوماتيك. دونك بالنسبه لبعض الميليو اللي نقص تستعمل فيه الهيدروليك، مثلا في دي ماشي اللي كيديروا لنا الاكل اولمونتير، او لا يعني المواد انتاج المواد الغذائيه، او لا صناعه الادويه، فما كنستعملوش الهيدروليك، دونك كنستعمل البلوماتيك لانه انظف. دونك هادو هما لي تكنولوجي. دونك غادي نشوفو بالنسبه لحنا لان غنحتاجو لا بارتي كوموند، دونك هذاك الشيء علاش غادي نشوفو في البارتي كوموند اللي غتستعمل هو البارتي الكترونيك اللي هي تستعمل حاليا بكثره في المجال الصناعي في لا بارتي كوموند. دونك لا بارتي بيبيتر اللي هي دونك كما قلنا اللي هي اللي كتخلينا ان كومونيكيو مع لا بارتي اوبيراتيف، دونك ادرافير لي بوتون لي هاد لي تاتش بانيل او الاوبيراتور بانيل، نقدروا نعطيو لي كونسين بالنسبه لي بارتي اوبيراتيف تخدم او لا توقف مارش اري، وكتعطينا حتى الحاله ديال البارتي اوبيراتيف. دونك نقدروا نقراو فيها يعني البروسيس، تغير ديال البروسيس عندنا في البارتي اوبيراتيف ولا البارتي كوم. دونك راه البارتي يعني مكان الاتصال كيكون عن طريق البارتي كوموند. دونك الانواع ديال لي ديفيرون تيب دو كوموند، دونك لو سيستيم اوتوماتيزي كومبيناتوار اللي كيستعمل باللوجيك كومبيناتوار، يعني لي يعني معروفين، وكذلك لي سيستيم اوتوماتيزي سيكونسييل اللي كيتستعمل لي باسكول باسكول الكترونيك، وكذلك يعني اللوجيك كابلي اللي هي كوموند بنوماتيك كتسمى لوجيك كابلي كذلك، وكذلك لي سيستيم اسيرفي دونك لي كارت سبيسيال مثلا ديال لاسوندي او لا ديال سيستيم اسوندي، يعني سيستيم سبيسيال في لاسوندي. وغنشوفو لا لوجيك بروغرامي، لا لوجيك بروغرامي اللي هي كوموند الكترونيك او لا كوموند الكتريك اللي هي تكون بي لي زوتومات بروغراما. دونك ان شاء الله هذا هو كان هو الـ يعني خلاصه، هذا هو الـ يعني الـ الانواع ديال لي كوموند، لكن حنا غنركزوا على كما قلت على لوجيك بروغرامي اللي هي عندنا بها الغرض في دوراتنا، لان سوف نستعمل لي زوتومات بروغرامابل وتعلمها من البدايه الى الاحتراف ان شاء الله. دونك كما قلنا بالنسبه ل اين تستعمل لي زوتومات، عفوا لي سيستيم اوتوماتيزي، دونك راه كتستعمل حاليا في جميع المجالات الصناعيه. دونك في لي ماشين نقدر نستعملوها يعني في الكونفويور، يعني وكذلك نقدر نستعملها في لي ماشين دومبالاج، لي شين دو برودكسيون سواء اوتوموبيل اكوالمونتير، صناعه الادويه، دومين ميتالورجي يعني صناعة الحديد، وكذلك تستعمل كذلك في المجال يعني في دومين دو باتيمون تيرسيير و اندستريال، يعني في كونترول شوفاج و ليكليراج و الكليماتيزاسيون. بالنسبة لا لوجيك كوموند الكتريك، دونك ليليمون اللي هو كيستعمل بالنسبة للوجيك بروغرامي اللي هو كيتسمى اوتومات بروغرامابل اندستريال، لي ملخص ديالو اللي هو الاي بي، غيكون اللي كيدير لنا البيلوتاج ديال لي زاكسيونور، دونك يتحكم لنا في دي زاكسيونور عن طريق عن طريق لي رولي دو ديستريبيسيون، دونك يعني عن طريق لي بري اكسيونور. دونك ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو انه يكون استوعبته. دونك اللي عنده اي استفسار بخصوص هذا الفيديو وما فهم شي حاجه، فيمكن تواصلوا معي على الواتساب وان شاء الله غادي نجاوبوا على السؤال ديالو ان شاء الله في الفيديو الثاني ان شاء الله. غادي نشوفوا مدخل على لي زوتومات بروغرامابل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.